يعتقدون، يتأملون، يحلمون، يثقون فيك يا ابن البولغار. لا تخذلهم يا ابن روزاريو، لا تخذلهم يا ابن روزاريو. سيقال بعد سنين، سيكتب بعد عشرات السنين، سيروى بعد قرون، سيحكى في الاف في الاعوام القادمه. كان هناك في الكوره اسطوره، جاب مونديال وجاب واحد، لكن ما جابش المونديال. هذا حاليا مكتوب وهذا حاليا مسموع، فلتغيره يا ميسي. هل يقدر فلورنتينو بالدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه شات الشامبيونز، وبقدمه من شهرين شات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحول، الان اصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا السادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا السادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. الجميل والحاضر الملهم، أنت أجمل ما حدث للبرتغال وأجمل ما يحدث في المونديال. الكرة صعبة جدا، بوتشان يراوغ يحط كرة لميسي خطيرة، ميسي سيسجل. مش ممكن يا ولد، مش ممكن يا امبراطور. اشهد له يا بيلي، أكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني. قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وكبارا، ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت، ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم.